أحبتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحذركم أخواني اللي عندكم ارتفاع في الكرياتينين بالكلى، أحذركم وأحذركم وأحذركم من الإكثار من تناول مضادات الحموضة. اللي معاه حارج على طول نشوفه يركض ياخذ يا الفوار، ياخذ حبوب المص وكذا عشان تهدئة حموضة المعدة، وبنفس الوقت عنده ارتفاع في الكرياتينين. هذه من الأشياء الممنوعات عن مرضى ارتفاع الكرياتينين، راح تستمر وتدمن على يعني مضادات الحموضة، بعد شوي تشوف الكرياتينين زاد وزاد 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 معك. رجاء لا تسويها إلا ترجع للطبيب، رجاء لا تسوي شيء إلا طبيبك يدري أنت قاعد تسوي. حتى إذا طبيبك مثلا صرف لك من هذه الأدوية، يعني بس ذكره للتذكير، قول الدكتور أنا عندي ارتفاع بالكرياتينين، أنا متأكد أن الدكتور عارف شو يعطيك وملم بمهنته، ولا حد يعلمه شنو شغلته، فخليك مع الطبيب رجاء. ولكن مرضى ارتفاع الكرياتينين بيكربونات الصودا وكل القلويات اللي تعادل حموضة المعدة، هذه ما هي في صالحكم، وبالتالي راح تشتكون من ان معدلات الكرياتينين وصلت الى حد لا يمكن التعامل معه. الله يحفظكم من كل شر، دير بالكم على نفسكم، اعيدوا اكرر مضادات الحموضة للي عندهم ارتفاع في الكرياتينين، راجعوا نفسكم لا تاخذونها لتكثروا منها، ونبهوا الطبيب وقولوا له شنو اللي معاكم علشان يعني لما يوصف لكم العلاج يكون ماخذ بعين الاعتبار عندكم هذه المشكلة. جزاكم الله خير والله يعافيكم من كل شر. شو تسوون إذا ارتفع معكم الكرياتينين بهذا السبب؟ الحل سهل جدا، حافظوا على أو داوموا على ملعقة وسط من خل التفاح مع شوية ماء تشربونها قبل لا تتغدون وقبل لا تتعشون، وعليكم بشرب على الأقل كوبين من شاي البابونج عشان ينزل لكم الكرياتينين، والله معكم ويحفظكم ربي. آمين. محبكم الدكتور خالد الطيب.